اسعد الله مساك بكل خير صديق المتابع، صلي وسلم على الحبيب، اللهم صلي وسلم عليه. ابى اتكلم لك عن فايروس موجود من زمان غير فيروس كورونا. فيروس اسمه ايوه فايروس الحسد. قاتل الله الحسد ما اعدله، بدأ بصاحبه فقتله. يقول الامام ابن تيمية: الجسد لا يخلو من الحسد، كل انسان فينا فيه شيء من الحسد، ولكن الكريم من يخفيه واللئيم من يبديه ويظهره. إذا شفت إنسان الله معطيه ورازقه ومنعم عليه، قل الله يزيده ويرزقني، لا تطلع جانب الحسد فيك. فلان والله ما كان عنده أكل لبيته ولعياله، هو أخذ من رزقك شيء؟ لا. أخذ من نصيبك شيء؟ لا. أخذ من عافيتك شيء؟ لا. ترى هذا فيه سوء أدب مع ربي، وفيه اعتراض على قسمة الأرزاق بين خلقه. ركز معي. يقول أحد الصالحين مقولة جميلة، يقول: رأيت الناس وهم يتحاسدون على نعيم الدنيا، ثم نظرت إلى قوله تعالى: أهم يقسمون رحمة ربك. نحن، لفظ عائد إلى رب العالمين فيه من التفخيم، قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، فعل ماضي، قسم كل شيء، نحن قسمنا. يقول: فعلمت أن القسمة من عند رب العالمين، فتركت الحسد ورضيت بالقسمة اللي ربي أعطاني إياها. يقول الشاعر: والله والله أيمانا مكررة، ثلاثة من يمين بعد ثانيها، لو أن في صخرة، ركز، لو أن في صخرة صم ململمة، في البحر راسية ملس نواصيها، رزقا لعبد براه الله لم فلقت، حتى تؤدي إليه كل ما فيها. صديقي، النظر للي في يدين الناس ترى يفسد عليك الشيء اللي الله معطيك إياه، ما يخليك تستمتع فيه. الأصمعي راح للبادية وحصل شايب عمره 120 سنة، جاء وقال له: وش سبب العافية اللي أنت فيها؟ قال له: تركت الحسد فبقي الجسد. إن بغيت تعيش مرتاح الضمير، الحسد والحقد لا يطري عليك. سلام عليكم.